بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء وجمهورنا على بركة الله، دائما نذهب دائما ننطلق منه. منذ لحظات أعلنت اللجنة العليا هنا عن انطلاق الدفعة جديدة ومميزة هنا للغاية، تحمل هذه الأسامي الجميلة على هذا الانطلاق الناموسي والمميز. ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا في هذا الأداء الجميل ما شاء الله نذهب إلى صدارة الشوط هنا مع انطلاقة شوطنا الخامس. إبكار المحليات لأصحاب السمو الشيوخ ما شاء الله هملولة، لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رازي مكتوم مع مطر بن علي أبو نواس، هو في التضمير نقلتنا على من صوغان لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن راشد الاجتبي، وفي المركز الثالث تنتقل بدورها إلى ثاني المراكز الهودة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبيد بن محمد بن صبيح، وفي المركز الرابع هناك من تأتي فرحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن محمد بن رفيع، وفي خامس المراكز الهودة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص ما شاء الله، وفي المركز السادس من تأتي هناك سلهودة على سادس المراكز ولا بقول الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز السابع ما شاء الله هناك الشبلة في سابع المراكز مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة أيضا من يتواجد. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله على السيطرة على الاندفاع الأول هناك على المركز الأول. يا هنا شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم اللي يدفع بها ملولة مطر بن علي بونواس الاجتبي، ما شاء الله تبارك الرحمن هو المندفع هنا مع هذه السيطرة الجميلة والمميزة هنا من هذا الانطلاق المميز والجميل. حملولة هي على الصدارة، هي على المركز الأول ما شاء الله منذ استفتاح إذاعتنا، هي سيطرة وصامدة على مقدمة الشوط. بينما انتقل إلى المركز الثاني اللي في ثاني المراكز ما شاء الله من تأتي هناك فرحة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن محمد بن رفيع، ثالث المراكز الهود لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبيد بن محمد بن صبيح، وفي المركز الثالث ولا بقول الرابع المراكز ما شاء الله أيضا اسم مميز وجميل. هناك من تأتي فيه الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، هو في المركز الخامس. هناك من الجانب الثاني سلهودة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان لغويص، وفي المركز السادس هناك تأتي مصيحة ولا من بقول الشبلة مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الحاجر أيضا يتواجد هنا معنا في هذا الانطلاق الجميل والمميز. ما شاء الله هملولة على الصدارة مسيطرة متألقة بأدائها الجميل والمميز. يا راعي هملولة ما شاء الله هنا المتواجد مضمرها والمتحكم بهذا الكنترول الجميل الذي تقود وتدفع به هملولة على المركز الأول ما شاء الله لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهل العوير أيضا يزفون التهاني حتى هذه اللحظة هنا مع هذا الشعار ومع هذا المضمر المتألق أحد شباب تاريخ هذه الرياضة والمتواجدين هنا مع هذا الانطلاق. مطر بن علي بن علوان مطر بن علي بن واسهل الشبي ما شاء الله هملولة أداؤها جميل ومميز للغاية، تحمل شعار وتحمل أمال الكثير هنا مع 1200 من المتوقع على خط النهاية. وفي المركز الثاني سلهودة ولا فرحة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن محمد بن رفيع سلهودة على المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبيد بن صبيح أيضا، وفي المركز الرابع من تأتي سلهودة لسمو شيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيد بن غلبان الأغويص، والشاهينية خامسا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلو. ها هي النتيجة أيها الأخوة، هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. واندفعت ما شاء الله هملولة
هنا على المركز الأول طارت معلقة هنا بشعارها مع الناموس، ذهبت 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 وصارخت الأنظار هنا مع الجماهير ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن سلهوده اللي بدأت تقترب، سلهوده اللي بدأت تقترب، اللي بدأت تقترب، بدأت هنا تراوغ الجميع وتبغي المركز الأول هناك. من دفع على المركز الأول سلهوده، سلهوده سلهوده اللي اسمه شيخ أحمد سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص اللي عينه والله على النقطة الثالثة، على النقطة الثالثة. ولكن هملولة 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 هملولة، سلام 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 على هملولة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء الموفق ما شاء الله لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. وهنا مطار بن علي بن واس هو المتواجد مع هذا النطاق. تهانينا والناموس وسلام عليكم كافة أهل زعبيل وهالي العوير. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا لك يا أبو علي على هذا الأداء. المركز الثاني سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، ثلاث مراكز تهانية سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، رابعا سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم فرحة، خامسا المركز الخامس الهودة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم. 6 دقائق 21 ثانية 17 جزء الثاني هو التوقيت. هملولة